النور والبركة، النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. دمشق تؤكد أن تورط الحكومة الهولندية بدعم الإرهاب في سوريا فضيحة قانونية وسياسية. بقطع المياه والقصف المستمر، الاحتلال التركي يواصل الضغط على أهالي الشمال السوري لتهجيرهم. الجيش الروسي يلحق أضراراً بتجمعات ومواقع للقوات الأوكرانية ويسقط مسيرتين. أكدت سوريا أن ما كشفه التقرير الصادر في 12 من الشهر الجاري عما يسمى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول برنامج المساعدات غير الفتاكة في سوريا بشأن تورط الحكومة الهولندية بدعم المجموعات الإرهابية في سوريا ما هو إلا إحدى الفضائح القانونية والسياسية والأخلاقية لهذه الحكومة. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين على حسابها على تويتر: لقد اعترفت هذه اللجنة بأن الدعم الذي قدمته الحكومة الهولندية لما يسمى مجموعات المعارضة المسلحة في سوريا يتعارض مع القانون الدولي، وأنه قد تم التلاعب بالرأي العام الهولندي لإخفاء حقيقة استخدام المواد المقدمة في القتال ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية. وختمت الخارجية بالقول إن سوريا تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة هذه الدول على انتهاكاتها للقانون الدولي، وأن يتم وضع حد لاستمرار هذه الدول باستخدام ذريعة محاربة الإرهاب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. تعاملت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري صباح الثلاثاء مع عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة في حي الكاشف بمدينة درعا. وذكر مصدر ميداني أن وحدات الهندسة في الجيش تعاملت مع عبوة ناسفة مزروعة في سيارة مركونة بأحد شوارع حي الكاشف بمدينة درعا عبر تفجيرها بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مبينا أنه لم ينجم عن هذه العملية أي إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات. تم تشغيل بئر جديدة من آبار محطة مياه نفاشة في ريف الحسكة الشرقي بنظام الطاقة الشمسية، وذلك مع مواصلة قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين قطع مياه محطة علوك عن نحو مليون مواطن في مدينة الحسكة وضواحيها وريفها الغربي. وفي الخامس من الشهر الماضي توقفت محطة مياه علوك الواقعة في مدينة رأس العين المحتلة بريف محافظة الحسكة عن العمل نتيجة تجدد الاعتداءات من مرتزقة الاحتلال التركي المنتشرين في تلك المدينة على الخطوط الكهربائية المغذية لها من محطة كهرباء الدرباسية. بالقصف المدفعي والصاروخي وقطع مياه الشرب وحبس مياه نهر الفرات، يواصل الاحتلال التركي اعتداءاته اليومية على مناطق الشريط الحدودي الشمالي في البلاد ضمن نواياه العدوانية الدائمة تجاه هذه المنطقة. فرغم توقف القصف الجوي لأسبوع كامل، إلا أن القصف المدفعي والصاروخي لم ينقطع عن مدن وبلدات الشمال السوري، واستهدف مؤخرا قرى الطويلة وتل اللبن والكوزلية في ريف الحسكة الشمالي الغربي والشيخ عيسى ومحيط منبج وتل رفعت والريف الغربي لمدينة عين العرب بريف حلب الشمالي ومحيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي. وإلى جانب هذه الاعتداءات، يستمر الاحتلال باستخدام المياه كورقة ضغط على الأهالي مع استمرار إيقاف الضخ من محطة علوك لأكثر من 40 يوما بعد فترة ضخ سابقة لم تتجاوز 10 أيام، سبقها أيضا انقطاع تواصل لثلاثة أشهر.
كما يحبس الاحتلال التركي مياه نهر الفرات ويعتدي على حصة البلاد منها، ما أدى لأزمات مياه خانقة ونقص في عمليات إرواء المزروعات، ما أثر اقتصاديا على هذه المناطق التي تعتمد على مياه الفرات في ري المزروعات. تختلف وسائل الاحتلال التركي الإجرامية والهدف واحد، أطماع مستمرة في عموم الشمال السوري والذريعة حاضرة دوما ومبررة، وهي ملاحقة وحدات حماية الشعب الكردية التي تواصل منح الأتراك الحفاظ على ذلك كورقة ثابتة في أي عدوان تركي جديد على الأراضي السورية. أيهم مرعي لقناة سما، محافظة الحسكة. قالت القناة 12 في التلفزة الصهيونية إن القوات العسكرية الإسرائيلية كافة تدربت هذا الأسبوع عند الحدود الأردنية على قصف أهداف في قطاع غزة بين المناطق المكتظة بشكل دقيق. تأتي هذه التدريبات في إطار المناورة العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع، حيث تدرب المشاركون في المناورة أيضا على احتلال مناطق وصفت بأماكن إطلاق الصواريخ في لبنان. يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام مناوراته العسكرية على الجبهة الشمالية في محاكاة يقول إنها لمعركة مقبلة، لكن الصورة مغايرة تماما بعد الانقسام السياسي الحاصل الذي سيتحكم في بنيته، وكثرة التقارير التي تحدثت عن شرخ داخلي لا يعوض إلا بالاستعراض من وجهة نظر قيادته العسكرية. مزيد من القوات يزج بها كيان الاحتلال بشكل مفاجئ إلى المنطقتين الشمالية والجنوبية على الحدود مع قطاع غزة، حيث استدعى 5000 جندي من الاحتياط للمشاركة في المناورة بالمنطقة الشمالية، إضافة إلى 8000 جندي من القوات النظامية في استدعاء احتياطي وصف بالاستثنائي. قيادة جيش العدو ترى في هذه المناورات تبديدا لمخاوف من تصعيد مفاجئ غير محسوب أو مدروس من قبل الاستخبارات العسكرية، إضافة إلى تصاعد الغليان في ساحات فلسطين عشية تشكيل اليمين المتطرف حكومته التي توعدت بتنفيذ سياسات أكثر عدوانية، إضافة إلى أن التشكيل الميداني النظامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يتدرب إلا قليلا جدا، وينطبق ذلك على 66 كتيبة احتياط سيضطر العدو الصهيوني إلى تجنيدها هذا العام بموافقة استثنائية من الكنيست. تقارير أيضا من إعلامه تحدثت عن نقص كبير يصل إلى ما بين 50% و60% في آلاف الأدوية وإمدادات الطوارئ والمعدات الطبية التي تحتاجها القوات البرية في أي حرب مقبلة. إذن يحاول كيان الاحتلال من خلال مناوراته أن يوجه رسائل ليست لقوى المقاومة في المنطقة لمعرفتها بمحدودية خياراته وضيق هامش المبادرة العسكرية حسب ما تحدثت تقارير بهذا الشأن، وإنما المناورات موجهة للرأي العام الداخلي والخارجي كما يرى مراقبون. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن القوات الروسية ألحقت أضرارا بتجمعات للقوات الأوكرانية وصدت 3 هجمات لها ودمرت عددا من المركبات العسكرية ومستودع ذخيرة وبطارية من أنظمة راجمات صواريخ وأسقطت مسيرتين واعترضت 3 صواريخ أحدها مضاد للرادار. وجاء في البيان إن النيران المدفعية الروسية ألحقت في اتجاه كوبيانسك أضرارا في أماكن تجمعات ومواقع للقوات الأوكرانية ومرتزقتها وقضت على أكثر من 40 منهم ودمرت مركبتين قتاليتين مصفحتين و40 مركبات عسكرية. وأضاف البيان إنه في اتجاه كراسنوليمانسك أوقفت المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في مناطق تيرن ويامبولوفكا في جمهورية دونياتسك الشعبية، وكبدتها خسائر بلغت نحو 50 قتيلا وجريحا وعربتي قتال مشاة وسيارة مصفحة و3 شاحنات صغيرة.
اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن مقترحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي حول ما اعتبره خطوات نحو السلام تؤدي فقط إلى استمرار العمليات العسكرية. كما أكد بيسكوف أن انسحاب قوات بلاده من أوكرانيا قبل نهاية العام أمر غير وارد، مشددا في الوقت نفسه على أنه من أجل تحقيق السلام من الضروري مراعاة الحقائق الجديدة حول انضمام مناطق جديدة إلى روسيا. وكان زيلنسكي اقترح في وقت سابق ما سماه خطوات نحو تحقيق السلام، التي من بينها توريد أسلحة لأوكرانيا جديدة بعيدة المدى وتزويدها بالدبابات والمدفعية والقذائف الحديثة. كشفت صحيفة بوليتيكو أن دول الاتحاد الأوروبي قررت تجميد أموال مخصصة لهنغاريا، ولكن بمستوى أقل مما كان مقترحا سابقا، وذلك بسبب موقف بودابست من الأزمة الأوكرانية. إلى ذلك قالت الممثلة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على حزمة لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023، وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى تقدر بالمليارات منذ بدء العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. إلى عناوين هذه النشرة. دمشق تؤكد أن تورط الحكومة الهولندية بدعم الإرهاب في سوريا فضيحة قانونية وسياسية. بقطع المياه والقصف المستمر، الاحتلال التركي يواصل الضغط على أهالي الشمال السوري لتهجيرهم. الجيش الروسي يلحق أضراراً بتجمعات ومواقع للقوات الأوكرانية ويسقط مسيرتين. شكراً لكرم المتابعة، بأمان الله.